امر دوري النهارده بنقول 45 سنه، عنده 45 سنه من الحكام المتميزين. وانا قلت لك كابتن ايمن ان نادر من الحكام اللي ممكن تجدد لهم. يعني ايه؟ احنا قلنا شرط بس يكون عنده قدرة على ان هو يكتسب الاختبار البدني والقدره في ان هو يعدي الكشف الطبي. عندنا نادر النهارده حكم عمل مباراه كويسه قوي، كان هشام الدسوقي مساعد رقم واحد، الشبل الصغير ده المساعد رقم اثنين، احمد علي فتاح الولد الصغير الجميل النهارده ده عنده حالات تميز قوي 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 وصغير في السن. وانا قلت لك كابتن ايمن قبل المباراه، قلت لك ان شاء الله انا اتمنى يعمل مباراه كويسه، والنهارده عمل مباراه كويسه. مصطفى شهدي من الحكام الصاعدين الواعدين، بنامل ان هو يكون ليه دور في الفتره القادمه مع الفار محمد الحنفي ومع معاه كان مصطفى عطيه. نروح لابرز الحالات اللي حدثت في هذه المباراه. هذه الحاله اللي جايه دي مهمه جدا جدا جدا، واللي شاف لعبه الهاني سليمان كابتن احمد يشوف اللعبه دي هي نفس اللعبه، بس هنا فرقت حاجه جميله جدا، ان هنا الشناوي مهاره الشناوي وتوقيت دخوله وسرعته هنا في ان هو ينجح في لعب الكره. مظبوط، هنا الفرق، عشان هنا لو كان هناك في مخالفه من الشناوي كانت هتبقى ممكن يضطر. هي احنا بنتكلم في الدقيقه 12، قرار كان الابرز في المباراه، الشناوي هنا بيروح في توقيت جيد بينجح في لعب الكره من عمرو جمال، وبالتالي هنا لم يرتكب اي مخالفه، وبالتالي هنا نادر امر الدوله كان في المكان وكان في الزمان وكان عنده قراءه. هنا بحيي طبعا الشناوي على ان هو وصل ونجح، لان لو في حاجه غير كده كانت هتبقى اعتقد فرصه محققه وكان هيبقى فيه بطاقه حمراء. دي الحاله الابرز نتكلم فيها كابتن ايمن في الدقيقه 12. ماشي، الحاله اللي بعد كده نروح لاحمد عادل سليمان المساعد الصاعد الواعد، ونشوف الاول الهدف. هنا هدف لحسين الشحات، وانا بيدي على طول بيشير هدف صحيح، لا يوجد اي تسلل، تمركز الحكم المساعد كمان وتركيزه في هذه الحاله يدل الافضليه في ان هو يعني ان شاء الله يتم منح مباريات اكثر واكثر لنتيجه الاجتهاد اللي هو عامله النهارده احمد عادل الفتاح. الحاله اللي بقى نشوف هنا الوان وهنا التو، هنا عندنا اثنين لاعبين وهنا تمركز، شوف التمركز بتاع احمد، انا بحييه، ولد صاعد صغير ولكن النهارده كان عنده ثبات وكان عنده قرار وكان عنده تركيز ويقظه وتمركز جيد. الحاله اللي بعد كده حالة تانية عند أحمد علي الفتاح، وهنا أشار باستمرار اللعب ثم رجع ورفع رايته، والقرار هنا قرار صحيح بالتسلل. برافو يا أحمد، كنت النهارده موفق، وبالتالي هنا التسلل موجود، لحظة لمس الكرة وموقف التسلل. دي حالة تانية. الحالة التالتة نشوف هنا حالة مهمة جدا، وهنا نادر يعني قريب قوي قوي، ولكن هنا بنشوف هنا في مخالفة، هل تستحق بطاقة صفرة ولا لا؟ نشوف هنا رامي هنا بينزل على الحذاء، وبالتالي هنا كان يجب اشهار بطاقة صفراء نتيجة التهور، وهنا المخالفة موجودة والحكم كان موجود، ولكن هو احتسب المخالفة فقط كابتن أيمن. الحالة الثانية اللي بعد كده بنشوف تاني، بنشوف هنا هل هنا في قرار بالتسلل ولا مفيش؟ هو برضك نفس الشيء، الاستراتيجية الحكم كانت ثابتة، نفس الشيء هنا خلى اللعبه تواصل ونشوف مشى. شوف هنا لحظه اللمس، هنشوف هنا كريم تقريبا تسلل، وهنا هو برضك احمد عادل عبد الفتاح النهارده انا بديله نجم المباراه، نمشي بالحاله، واشار باستمرار اللعبه ما رفعش. ليه؟ لان كان ممكن يجي منها جون وكانت حاله صعبه قوي، وبالتالي رجع اشار على التسلل. نروح للحاله اللي جايه نشوف هنا هذه الحالة أنا بتكلم فيها لنادر. ستوب. هرجع تاني معلش سامحني. لا من لايف بس وهنقف. هنا نادر بقول لك إنها لابد إن يكون في اللعبة دي بالذات يبقى عندك قراءة شوية، ما تستعجلش بالصفارة. هنا أنت استنيت وبعدين ارتكبت حسبت مخالفة على خالد، وبالتالي هنا اصبر شوية. ليه؟ ليه مين اللي خد الكورة؟ زميل اللاعب اللي تم ارتكاب معاه المخالفة وكان عنده يعني الأفضلية إنك أنت تمنح الفرصة ليه. هنا أنت نادر أنت استعجلت وصفرت بالمخالفة، وهنا بنقول ده ما يجب تطويره في أداء الحكم يا كابتن عيد. هي مش ملحوظة، هو حسب المخالفة والمخالفة موجودة، ولكن الأفضل إنك أنت كنت اديت الأفضلية وتدي الفرصة للاعب فاركو. الحالة اللي بعد كده جاية ونشوف هنا أكرم بيعدي، ونشوف هنا الدخول وأسلوب الدخول من رامي، طبعا نقول تهور، وهنا تحية للحكم المساعد
هشام الدسوقي، لان هو تعاون بالقرار وحسب المخالفه مع الحكم. وهنا البطاقه، بطاقه الرامي بطاقه صحيحه في هذه الحاله. برافو نادر، ومعاييرك كانت في هذه المباراه معايير اعتقد كانت بنسبه كبيره كانت صحيحه. نفس المعيار هنا بنشوف هنا لعب هنا في المسك، والمسك هنا في هذه المنطقه هنا نشوف نادر لم يتردد بصراحه النهارده. نادر عجبني جدا جدا، هنا الشد موجود والمسك موجود من فخري، وبالتالي انذار مستحق لفخري في هذه الحاله. عقوبات بمعيار واحد، وده اللي احنا بنقوله دايما لحكامنا في هذه المباريات. الحاله اللي جايه ونشوف هنا اكرم معدي ونفس الدخول، هي اللي ادى فيها انذار للاعب رامي، هنا ادى اللاعب لانذار للاعب اكرم، وبالتالي انذار مستحق في هذه الحاله. اعتقد حالات كلها الحالات الانضباطيه والاداريه كان موفق فيها جدا جدا. طاقم التحكيم بالكاميرا ادوا مباراه كويسه في ظروف صعبه جدا جدا، في اختبارات صعبه، في مباراه صعبه. على فكره اتمنى طبعا التحكيم المصري يعني يمشي بشكل كويس ان شاء الله. وزي ما بنقول للجنه الحكام، احنا هنا في قناه الاهلي بنقف معاكم وداعمين وساندين، ولما بنطلع حاله تحكيميه كابتن عادل بنطلعها عشان تطوير اداء الحكام ليس اكتر. النهارده بنشيد اهو بطاقم التحكيم بالكامل. لما نيجي عندنا طاقم تحكيم مش موفق ونتكلم، محدش يزعل مننا، ان احنا هدفنا تطوير الاداء التحكيمي على مستوى المحلي والمستوى الدولي. كابتن عادل شكرا جزيلا. كابتن نصر شرفتنا.